السلام عليكم، كي دايرين لاباس؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى الف خير. مرحبا بكم في فيديو جديد في قناتي. شكرا بزاف على السيبورت ديالكم او الدعم ديالكم لي كومونتير وانكم متبعين معايا الاحداث اللي كتوقع في حياتي. بغيت نقول لكم حيت بزاف الناس قالوا لي الانتروتيان واش جاوبوك ولا لا. جاوبوني وقالوا لي المهم دو يعني قالوا لي اوكي، غنتسناي من هنايا تقريبا في الاول ديال العام ونعطيك الاجابه الاخيره. قالوا لنا دابا حنايا بقينا ثلاثه، دابا كيكونوا بزاف الناس دافعين. اوكي، كيكونوا بزاف ديال الناس دافعين كيعزلوا الاولين، كيعزلوا مثلا من 20 كيعزلوا 10، شويه ثلاثه شويه جوج شويه واحد. فانا بقيت من ثلاثه اللي بغاوهم واحد فينا يختاروه. الخير فيما اختاره الله، الله يجيب لي فيها الخير. سينو اليوم ما اننا قربنا للبدايه ديال العام والناس كيكتبوا الاهداف ديالهم العام، ميمسي انا ما كنامنش بهذه القضيه، ماشي بالضروره حتى راس العام عاد تكتب الاهداف ديالك، ولكن ماشي مشكل. هذه مناسبه نهضر لكم على واحد الحاجه في قانون الجذب. هاد الايامات بما انني عندي وقت اكثر وليت كنقرا بزاف على علم الطاقه، قانون الجذب، علم النوايا الى اخره، واكتشفت شي حوايج اللي انا شخصيا جربتهم وفريمون نفعوني. يعني الطريقه كيف كتكتب الهدف ديالك كتخليه يتحقق طبعا باذن الله. اوكي، فاليوم ان شاء الله غنهضر لكم على كيفاش تكتبوا الاهداف ديالكم وكيفاش تتعاملوا مع الاحاسيس ديالكم بواحد الطريقه اللي باذن الله تخلي الاهداف ديالكم تحقق. هذا الفيديو غيكون زوين بزاف ومفيد جدا. قلت قبل ما ندخل في صلب الموضوع كوم دابيتود نبارطاجي معكم شي حاجه من حياتي اليوم. درت النور، خبيت في نوتيلا. صراحه البنات اللي عندهم وليدات صغار 3 و 4 واش كديروا ليهم الماكله، سورتو الوليدات اللي كيبغيو شي ياكلوا. انا النور لاقي معاهم مشكل كبير ما نكذبش عليكم، يعني كنضطر انني نعطيها غير شوكليت في خبيز، يعني ماكلتها قليله لواحد الدرجه اللي فريمون كنعاني معاها، ما بقيتش عارفه راسي اش غادي ندير معاها. يعني المهم الله يهديها مسكينه ويحفظ لينا وليداتنا يا رب العالمين. على اي اليوم درت باستا، درت غير لي باد. هالطريقه سهله، المهم ماشي زعما شي حاجه. كما كتعرفوا هذا المقطع ماشي ولا اي حاجه كنوريها لكم على الطبخ ولا على اي حاجه في الكوزينه، راه عارفين بلي هذاك ماشي اختصاص ديالي. فالمهم صراحه الاخوان الموضوع ديال اليوم مهم جدا جدا، ما نكذبش عليكم. يعني حتى الانسان كيفاش يدعي خاصو يعرف كيفاش يدعي. طبعا الله سبحانه وتعالى كيسمع لنا كاملين، الله سبحانه وتعالى تهضر معاه باي لغه ولا يعلم ما في الصدور وكل شيء. غير انا بحكة كنشوف مثلا العلماء ديال الطاقه وديال هذا الشيء، كنقول ان هذاك الله سبحانه وتعالى هو اللي خلق هذه القوانين. اوكي، وعطانا عقل باش كنفهموا كيفاش هذه القوانين كتخدم، سواء علم الطاقه او علم الفيزياء ولا الى اخره. من صغري، وانا ماشي من صغري وانا صغيره بزاف، ولكن تقريبا شي 13 عام هادي وانا كنقرا كتوبة على السيلف هيلين، على لا لوا داتراكسيون، على البسيكولوجي، يعني شي حاجه اللي كتعجبني بزاف ملي كنقرا من انجلي. مؤخرا وليت كنسمع بزاف ديال المؤثرين، ماشي غير المؤثرين يعني دكاتره في هذا المجال. والصراحه اش غنقول لكم الاخوان، العلم نور، كيقول لك عالم الشيء ليس كجاهله. فملي كتعرف واحد لانفورماسيون فريمون كتبدل حياتك. وانا الاخوان انا فيا هذا الطبع ملي انا كنت باقا صغيره، وكو كانت ماما هنايا تقول لكم انا ملي كنتعلم شي حاجه جديده ما كان خاصني امتى نبارطاجيها، هكاك دايره. ف هالطريقه انا جربتها تقريبا هادي شي عام، كتبت الاهداف ديالي بواحد الطريقه معينه بواحد الطقوس معينه، وما نكذبش عليكم الاخوان واحد شنو نقول لكم واحد 40-50% ديالهم ديجا تحقق. من بينك الاهداف هو انني ناخذ ماستر هنا في امريكان، وفعلا باقي ليا كوب واحد ان شاء الله، هاد في شهر جوج غنتخرج. بزاف الحوايج يعني ما نقدرش نقول لكم، طبعا ما جاتش ما كنقول لكم حاجه بحاجه، ولكن بزاف الحوايج اللي كانوا غير حلم العام الفايت دابا ولاو حقيقه، واللي باقي ما ولاش حقيقه من داكشي اللي كتبته العلامات ديالهم بداو. اوكي،
المهم غير نهضر لكم في الاخر في الاخر ديال الفيديو شنا هما الحوايج اللي ديروهم كيفاش كتبوا الاهداف ديالكم طبعا، ومن بينهم غتكون حتى انك الاهداف ديالك تكون ديالك بوحدك. Very good. ولكن شنو هو اللي كيزيد لي بان كيخليهم احسن كاع؟ هاد لاصوص البيضة الفريدو صوص والفرماج فينو اند تشيز ذس تايب هذا الفرماج كيسرع لي بات. اورايت الاخوان تقريبا شي 3 ايام هو الفرق ما بين الصور ديالك الشيء الاول والصور ديال هذا. قلت اليوم قلت صافي هذيك الله نوضي كملي الفيديو. فبغيت نهضر لكم على كيفاش تكتبوا الاهداف ديالكم بطريقه انها باذن الله تحقق. صراحه شحال هذا وانا كنهضر كنقرا بزاف ديال الكتب في علم يعني سيلف هيلب، التنميه الذاتيه، التنميه النفسيه. ملي كنت كنهضر في واحد اللايف دابا شويه قلت لهم اللي خلاني نقرا بزاف هو الرغبه ديالي في التشافي الذاتي. فطبعا حنايا يعني كلنا عندنا مشاكل عائليه الى اخره، فكل واحد يعني بدرجات اوكي. فانا كنت حسيت انه بزاف الحوايج كانوا اثروا فيا ملي كنت باقا صغيره، وقررت انني نشافي نفسي بنفسي. فكان الحل هو القرايه ديال الكتب. فاغلبيه ديال الكتب اللي قريتهم باللغه الانجليزيه، فيهم كادر على بروغراماسيون نورو لانغويستيك لا بي ان ال. بروغراماسيون نورو لانغويستيك الهضر يعني كتعلمك كيفاش كتبرمج نفسك انك تحس. وليت كنتفرج الدكتور احمد عماره واعر بزاف كنصحكم تصمتوا ليه، ريهام الرشيدي كويتيه، واحد الكوتش من سوريا مغربيه درت معها لايف في الانستغرام الى اخره. المهم انا هاد الناس وليت كنتفرج فيهم بزاف وكنصنت ليهم بزاف. والمساله اللي غنقول لكم على كتابه الاهداف، انا كنت قريتها عن توني روبنز وكتب واحد اخرين وامريكانيين كلش كيهضروا عليهم، ولكن ما عرفش الحاجه اللي كتشوفها وكتسمعها باللغه العربيه باللغه ديالك كتوصل للقلب اكثر. فاش قال لك انا كنت اول مره سمعت هذه المساله، ماشي اول مره سمعتها قبل ولكن اول مره نشوفها يعني شي فيديو لهذه المساله من واحد اليوتيوبرز امريكانيه كانوا دايره معاها استجواب، كانوا كيهضروا على قانون الجذب وكيفاش كتكتب الاهداف ديالها الى اخره. هي السيده عندها واحد القناه مليونيه وناجحه بزاف الحوايج. فقالت لهم اول تجربه ديالي مع قانون الجذب وكتابه الاهداف ديالي هي انني كنت كنتفرج في واحد اي ثينك جيم سمثين، ما عقلتش عليه، واحد الممثل مشهور قال لك شافت هذاك الممثل وكان كيهضر على كيفاش كيكتب الاهداف ديالو. قال لهم ملي كنكتب الاهداف ديالي ما كنكتبش عليهم على انهم بغيتهم ولا شي حاجه، كنكتب عليه كنكتبهم بحال هما ديجا عندي وانا كنشكر الله انهم ديجا عندي. مثلا I have thank you God for this beautiful home. I'm enjoying it. I can smell it. I like the bedrooms. I like the pool. المهم الى اخره. فكتهضر بنقط، كتكتب مثلا نقطه شكرا هو بالانجلي، ولكن من بعد ملي شفت كيفاش العرب يعني التعبير ديال هذا الشيء بالعربيه بواحد الطريقه شويه مختلفه. على اي فهو الحاجه اللي خاصكم اللي خاصنا we have to keep in mind انني من كنكتب واحد الهدف ما كنحش خاصني ندرب نفسي ما نحش بان هذاك الهدف بزاف عليا. You know don't feel like that goal is bigger than you ولا ما كتستاهلوش، فهمتي؟ لانه بعض المرات في حاجه فينا الداخل يقول لك انا كنستاهل هذا الشيء كامل. اوكي هذه واحد الحاجه اخرى خاصنا حتى شي مره نهضر لكم عليها. هذاك هو خاصنا ننميو الشعور بالاستحقاق، شعور بالاستحقاق انني استحق الاحسن، استحق بيت زوين، كنستحق عائله مزيانه، كنستحق انني نكون صحيح، كنستحق بزاف الحوايج. وشنا هي اللي كتخلي عندنا هذاك الاستحقاق نازل؟ درتي شي حاجه اللي ما زويناش في الماضي، ظلمتي شي حد، كذبتي الى اخره. فهذا المرات هذا الشيء كامل كيبقى لك في دماغك على انني انا شخص لا استحق، انني ما كنسوى، ما كنصلح، ما كنس، واخا انت يعني ما سامحتيش نفسك. فاول حاجه
خاصنا نبداو بها باش نكسبوا هاد الاهداف ونحس ويتحققوا ونحطوا عليهم واحد المشاعر الايجابيه باش يتحققوا، هي نعالجوا نفوسنا. اول حاجه نبنيو الاستحقاق في نفوسنا. كيفاش غنبنيو استحقاق بنفوسنا؟ يعني دينيا غتشد كاع الحوايج، مثلا حنايا يعني حنايا مثلا كمسلمين، انا نقول لكم واحد الاقتراح، مثلا اي حاجه نتايا ماشي فخور بها في الماضي ديالك وكتحس براسك جيلتي كما كنقولوا، عندك احساس بالذنب انا مزيانش هذا، الله سبحانه وتعالى قال لنا التائب عن الذنب كمن لا ذنب له، يعني التوبه. يرى كل حاجه في الدين الاسلامي عندها قانون، كاع هادشي ديال قانون الجذب والى اخره، هادشي راه في الدين ديالنا. غاب هما كان يعني ربما هاد العلماء وهاد الناس اللي ولاو الخبراء في هاد المجال تعمقوا ورجعوا لك شي سام، غتصلي جوج ركعات غتتوب الله سبحانه وتعالى قول يا ربي تسمح لي ما عمرني ما نعاودها. فالله سبحانه وتعالى قال لنا اللي دار شي ذنب مهما كان كبير الا تاب وقرر انه ما عمره ما يديرو، وحلا ما عمره ما كان عنده شي ذنب. اوكي، فانت يا ملي غتوب من الذنوب ديالك ولا من الحوايج اللي درتيهم خايبه، جرحتي شي حد، درتي اي حاجه خايبه، غتعلى الاقل غتسمح لنفسك، فهمتي؟ يو فورغيف يور سيلف، كتسمح لنفسك اوكي انا الا كان الله سبحانه وتعالى خالق السماوات والارض كيسمح لاي واحد من الخلق ديالو مادام طلب التوبه، علاش انا ما نسمحش لراسي؟ صافي، انت يا انسان جديد، انت صفحه جديده. وهذاك الاستحقاق كتكبروا عن نفسك بواحد الطريقه اللي زوينه. حاول دير شي حوايج مزيانين، حاول تساهم في حفر شي بير، حاول تبني شجره، نو زرع شجره، شي واحد نحاول نعاونو الا ما قدرش ماديا نحاول نعاونو بصحتي. شي مرا مثلا في المثلا في المغرب، شي مرا غاده بحال هكا، انت كنتي دري صغير ولا بنت غاده مسكينه ومتقله، ما كاينش مرا كبيره ما كاينش شكون يهزها، نمشي نعود نهزها. كنتي في الطوموبيل بات لك شي مرا بوليداتها كتبغى تشد، بغات تشد نمشي في بغات تمشي في الباص ولا شي حاجه نوصلها. ف قلنا اول حاجه هي اننا كنتوبو من داك الحاجه اللي متقله علينا. اوكي، يعني دائما كتحس براسك حيتاش من حدك ما تثبتيش، وانت بينك وبين راسك كتقول في العقل اللاواعي كيقول لك انت انسان ما مزيانش. فانك ملي غتوب اول حاجه، وثاني حاجه غتبدا تساعد الناس، غتبدا دير شي حوايج مزيانين، غتولي عندك هاد المساله ديال الاستحقاق. انا استحق، انا راه انسان مزيانكم، ما كل مره عاونت هاد السيد وعاونت هاد السيد وعاونت هاد السيد، وهذاك الذنب صافي الله سبحانه وتعالى قال لي التائب عن الذنب كمن لا ذنب له، صافي الا كان الله سبحانه وتعالى اسمح لي فعلاش ما نسمحش لراسي، وانا استحق كل خير لانني انسان الله يعمرها دار. فخصنا اول حاجه المرحله الاولى هي نوصلوا ديال المساله، نقتنعوا من قلوبنا نوصلوا لهذيك المرحله ديال انا واحد الانسان الله يعمرها دار. يعني ممكن نكتب الاهداف ديالي حاسه براسي، حاسه براسي انا انسانه كنستحق هذا الشيء، فعلا انا فعلا كنستحق هذا الشيء، ماشي غير بالهضره، من القلب وبجميع المشاعر ديالك يكونوا مع انا كنستحق هذا الشيء. فالطريقه اللي تكتبوا الاهداف العربيه هي نكتب انا، كاين واحد الحاجه واحد كيقولوا ليه السحر الحلال، السحر الحلال هو كاين علم النوايا، انني الله سبحانه وتعالى كيقول لك لكل امرئ ما نوى، ماشي لكل امرئ اش كيفكر ولا اش باغي، ناوي يعني انا غلب الصباطي انا غادي لهذيك النقطه الا للبي، بمعنى انني ناوي باغي نمشي تماك، اوكي كندير الهدف ديالي غنمشي تماك، ولكن اون ميم طو راني كنبريباري وكندير باسباب العمل، الاسباب اللي غيوصلوني تماك. اوكي، فكتقول مثلا انا انوي ان تكون عندي دكتوره في البسيكولوجيا مثلا في علم النفس في اقرب الظروف واحسنها، في اقرب الظروف واحسنها بحب وبكل سهوله، دير نقطه كدير امين، هذاك امين قال لك بحال ملي كدير امين بحال قلتي بحال سينياتور يعني صافي. وفيما كتكتب هذا الشيء كل هدف كتكتبه بهذه الطريقه بهذه الصيغه اللي قلت لكم عليها، حاول انك تكتب هذا الشيء في مكان هادئ، موسيقى يعني مكان هادئ وجالس، ربما عندك القهوه ديالك المفضله ديالك في المكان المفضل، الهدوء. المهم لان حنايا كنلعبوا على المشاعر وحنايا كنكتبوا، فهمتي؟ الله سبحانه وتعالى كيقول لك ملي كتكون كتدعيه كتدعيه وانت متاكد يقينا من الاجابه، لا ميم شو، لانك تكتب وطبيعه الحال راه الله سبحانه وتعالى في بالك، راه هو اللي هو اللي خالق الكون وعنده مفاتيح السماوات والارض، فانت كتكتب هذه الاهداف وميم طون في قلبك راك تدعي تقول يا رب يا رب. فخصنا المشاعر ديالنا تكون عاليه ونكونوا في مكان مريح، ماشي جالس الصداع وهذا وهذا، لان تماك المشاعر ديالك مخربقه، عندك مشاعر ديال الخوف، عندك شي واحد يطيح عليا شي حجره، عندك مشاعر ديال المهم، يعني خصنا
هذا كل شيء يقدر نقول علم مشاعر انك تكسب الاهداف ديالك، غنكون في مكان هادئ وغنحس براسي انني فعلا كنستحق هذا الشيء كامل وغنكتبه. مثلا لنفرض انا كم امثله، وباي ذا واي اونتر بارونتيز، هذا الكتاب ولا الورقه اللي كاتبين فيها هذا الشيء حتى واحد ما يشوفها، حتى بوحدك يكون عندك، لان واحد الحاجه في هاد الشيء ديال الاهداف وعلم النوايا وعلم الطاقه، الهدف ديالك ملي كيشوفوه بزاف الناس ولا ربما يشوف شي واحد اللي قلبه ما زوينش ولا كيامن انك ما كتستحقش، بحال كيتوسخ. ما عرفتش كيفاش غنشرح لكم، كيتوسخ بحال كيقول لك مثلا، كنقولوا حنايا مثلا ناوي شي حاجه كبيره ما ديرهاش حتى ما تهضرش عليها حتى توقع، لان طونك ما وقعاتش حساسه، كتكون الدبدبات ديالها خفاف. فملي يكون شي واحد اللي هو ما كيامنش بك، انت كتامن براسك وما كيامنش بك، سبحان الله الطاقه ديالو كتسرب لك انت وكتولي ما صافي، يعني هاك الهدف يقدر غالبا ما غتوصلش ليه. فهاداك الكتاب نخبيه لا راجلك ولا مرتك ولا اي واحد، حتى واحد ما يشوفه. نكتب هذا الشيء، انا انوي مثلا ان اشتري بيت فيه كذا كذا، بحال كتطلب شي اوردر من الله سبحانه وتعالى. بمعنى خاصك تكون سبيسيفيك، تكون محدد. الا طلبتي مثلا انا انوي ان امتلك، بلا ما دير اشتري، لانه ما تحددش الله سبحانه وتعالى، ربما يجيك هديه، ربما تربحه، ربما الله اعلم. يعني انا مثلا انا انوي ان امتلك بيت فيه مثلا 4 غرف وفيه حديقه وفيه الريحه الفلانيه ديال العود ولا ديال الريحه ديالك المفضله، ونفرش بهالطريقه. تكون سبيسيفيك اوكي، وما تنساش تكتب بأحسن الظروف وأجملها بكل حب ويسر وفي أقرب الأوقات، ما تحددش الوقت ولا كذا، لأن هذا الشيء غيجيك بإذن الله إلا كان مكتاب لك في الوقت اللي مناسب لك وفي المكان اللي مناسب لك وجميع الظروف اللي مناسبة لك أنت. فما كاين لاش تحدد إمتى أنا بغيت دابا غدا مع 4 نو. يعني ملي كتكتب الأهداف ديالك كتكتب بهالطريقة، أنا أنوي أن أمتلك كذا وكذا كذا، تدقيق اوكي، وصافي غتكتب الاهداف ديالك وغتسد، ما تبقاش يعني كل نهار حاضيهم. واحد الحاجه اللي كتهرب الاهداف ديالنا ما كيوصلوش، وهذا هي كنبقاو التعلق، التعلق الاخوان كيهرب اي واحد واي حاجه. الاهداف ديالك، الاحلام ديالك، الناس ديالك، اي حاجه تعلقتي فيها بزاف كتهرب كالعصفور فما نديرش التعلق. صافي كتبت الورقه سديتها نساها خليها بحال هكا. واحد التمرين زوين للمشاعر ديالنا واللي غيعاوننا اننا نجلبوا الحاجه المزيانه، هو مره تفكر هذاك الشيء اللي بغيتي وحاول تخيله. تخيل راسك مثلا لنفرض كنتي باغا تخرج تاخذ الدكتوراه، تخيل راسك لابس اللبسه ديال التخرج، وانك مثلا مشيتي لك المنصه والخطاب ديالك كيفاش غيكون، وتفكر والديك هما جالسين كيفاش غيكون الاحاسيس ديالهم. تفكر مثلا، مهم يعني هذوك الاهداف ديال كلهم مره حاول تخيلهم، تخيل يو فيجوالايز، يعني فيجوالايز يعني كتخيل راسك وصلتي تماك والمشاعر ديالك وكانك وصلتي. تخيل، حلم مره حلم بهذوك لي بوين ديالك اوكي. وما ولا ما تكتفوش بالحلم فقط، الله يخليكم بليز. كل يوم غندير خطوه كتقربني واخا تغر قد هكا الاهداف ديالي. مثلا لنفرض الواحد من الاهداف ديالك عندك دار فيها كذا كذا كذا، غندخل كاع لي سيت مثلا ديال الديور، غنبقى نشوف. تقدر مثلا الا كنتي مثلا في الميريكان تكون انت في المغرب، دير دي تور في هاد الديور، قول لهم انا بغيت ندير تور في هاد الديور، شوف الديور اللي فيهم مواصفات اللي بغيتيهم انت ودير دي تور، قول لهم انا بغيت نشوف هاد الديور، انا ربما في المستقبل نبغي نشري. وما كذبتيش، يعني الرزق عند الله سبحانه وتعالى، اون سي جامي. مره دير دويره، شوف حس بها، شوف الحيط الدنيا كيفاش دايره، تخيل راسك بحال فعلا غادي تشري لك الدار وغادي في يوم من الايام تشريها، لان الرزق كما قلنا في ايد الله سبحانه وتعالى. وهذا الشيء كامل الاهداف ديالك، حاول دير شي حاجه كتقربك ليهم. الجامعه قلب على الا كانوا شي منحات، بغيتي مثلا دير دكتوره شوف المنحات اللي كاينين، الناس اللي عندهم دكتوره اش كيديروا في الانستغرام، اي واحد عنده دكتوره تابعوا. المهم اي حاجه عندها علاقه بالاهداف ديالك كل يوم ندير واحد لي فوق، ولا اكتفي بالاحلام، وباذن الله تحقق اهداف ديالكم وديالنا يا رب العالمين. نوري وات هابن، غنقول دابا الخاتمه ديال الفيديو. شكرا بزاف، كنتمنى انكم تكونوا استفدتوا شي حاجه. سمحوا لي خاصني نمشي بنيتي، اي فوالا، سي يو نيكست تايم.